اهلا بحضراتكم من جديد في وورلد سبورتس، وهنبدا مع حضراتكم الحلقه. ودايما هنبدا معاكم باللقاءات القادمه في الدوريات، وايضا ترتيب الدوريات قبل المواجهات القادمه. طيب خلاص نبدا بالاخبار. خلاص نروح للصحف العالميه الاول قبل ما نروح لترتيب جداول المباريات والجولات القادمة، علشان عندنا أسبوع قوي جدا. معنا لجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، وأول خبر موجود معنا هو طبعا بياتيك تم تقديمه في الميلان، وليوناردو يقول القميص رقم 9 يجب أن يتم اكتسابه. إنتر بيبحث عن اتفاق في شهر يناير مع باريلا، وتم تقييم اللاعب ب 50 مليون يورو. وسيدريك سواريز أيضا ظهير مثل كانسيلو. ويوفنتوس يتابع مهدي بن عطية قريب من قطر، والبدائل كاسيرس وبرونوفيتش. كوريرو ديل سبورت، انتر ياخذ سيدريك ويصل من ساوثهامبتون والفحوصات الطبية اليوم. الاتفاق تم، وإعارة مع خيار الشراء ب 11 مليون يورو، واستنافس مع فيرساليكو. لاتسيو يودع لوكاكو، سيذهب إلى نيوكاسل يونايتد، وكريستنسن بديل محتمل لمهدي بن عطية. طبعا ده لوكاكو، أخو لوكاكو اللي بيلعب لفريق مانشستر يونايتد. نروح لتوتو سبورت، برونو ألفيز ومارسيلو يمكن أن ينضم إلى رونالدو في يوفنتوس. المدافع البرتغالي قد يحل محل بن عطية الذي سيذهب إلى قطر، في حين أن البرازيلي هو صفقة تهم مديري البيانكونيري. وأخيرا دارميان ينضم للإنتر في يونيو، وسيدريك سواريز قريب من التوقيع. هنروح من إيطاليا إلى أسبانيا ونشوف الصحف الأسبانية ماركا بتقول إيه. ريال مدريد يريد كأس الملك، ده بعد المباراة الأخيرة اللي راموس سجل هدفين، وفينيسيوس يواصل الإبداع والتألق. موندو ديبورتيفو وجيل ديونج، بعد التوقيع مع ديونج مقابل 90 مليون يورو، بيتكلموا على الجيل القادم لبرشلونة، هو جيل المستقبل. إن التعاقد مع ديونج هو ضمن الاستمرار في نهج وأسلوب برشلونة. هو عنده 21 سنة ومرشح ليكون أحد القادة في العقد المقبل برفقة آرثر وديمبلي. وسبورت الكاتالونية، أسرار التعاقد مع ديونج. طبعا فرانكي أعرب في بداية الأمر عن شغفه باللعب لبرشلونة، لكنه طالب باللعب أساسيا، وباريس سان جيرمان سعى لإغراءه بعرض كبير. 16 يناير أعلن وكيل اللاعب أن فرانكي اختار باريس سان جيرمان، لكن سفر بارتوميو رئيس برشلونة كان حاسما للصفقة. سبورت ديبورتي، 80 مليون يورو، نادي فالنسيا يسعى لرفع الشرط الجزائي في عقد موهبته كانج إن لي لتجنب رحيله. نروح لصحيفة الأس، هذا مدريد الممتع بعد مباراة الكاس اللي كلنا تابعناها. راموس يسجل ثنائية ويحرز سابع ركلة جزاء على طريقة بانينكا. سولاري لا نستبعد راموس كرقم 9 مهاجم لأنه محارب. طبعا تصريح تعظيم فيه أكتر لراموس أكتر من أنه حقيقة. ومالكوم وكوتينيو في موضع الشك إثر انخفاض أسهمهم بعد مباراة كأس الملك. سكاي سبورتس، جودن يجتاز الاختبارات البدنية للانضمام لإنتر. جودن ده كابتن فريق منتخب أورجواي وكابتن نادي أتلتيكو مدريد. أخيرا الصحف الإنجليزية الميرور، ونبدأ بالميرور. السيد المتحفز ساري يحصل على مكافأته، وسولشاير يعتقد بأن سانشيز سيستمتع بالكراهية من جمهور أرسنال. ده بنتكلم على مباراة اليوم ما بين الفريقين اللي هتكون الساعة 11 إلى 5 بتوقيت القاهرة. والجارديان، تشيلسي يهزم توتنهام بركلات الترجيح ليضرب موعدا بالنهائي ضد مانشستر سيتي. واخيرا الصحف الالمانيه، وعوده رويس بقوه، ذلك قبل عوده الدولي الالماني ماركو رويس للمشاركه مع بروسيا دورتموند امام هانوفر غدا السبت في اطار منافسات البوندسليغا. طيب ده كانت يعني احنا اتكلمنا على المانيا، وقلنا ان ده اللي احنا اتكلمنا عليه، وقلنا ان مباراه بكره هتكون ما بين هانوفر ودورتموند، ولا تشهد عوده رويس لبروسيا دورتموند. خلصنا مع حضراتكم اهم الاخبار اللي موجوده في الصحف العالميه. واضح ان في
اخبار عن الانتقالات، وضع ان في الميركاتو الايطالي شغال بقوه، ايضا مباراه اليوم في الكاس الانجليزيه او كاس الاتحاد الانجليزي ما بين مانشستر يونايتد وارسنال، يعني هتاخد حيز كبير جدا من المشاهده وايضا من جمهور ارسنال، اللي هيكون فيه اكيد هتافات معاديه لأليكسيس سانشيز اللاعب السابق من نادي برشلونه ونادي ارسنال ومانشستر يونايتد الحالي. نروح معاكم بقى لجداول الترتيب ونفكر حضراتكم بالجداول والمراكز وكمان المباريات القادمه في الدوريات العالميه سواء الانجليزي او الاسباني او الايطالي. هنبدا معاكم بالدوري الانجليزي ونروح معاكم لليفربول صاحب المركز الاول 60 نقطه، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني 56 نقطه، وتوتنهام هوتسبيرز في المركز الثالث ب 51 نقطه، وتشيلسي في المركز الرابع ب 47 نقطة، أما أرسنال في المركز الخامس 44 نقطة، يتساوى معاه كمان بالمناسبة فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس ب 44 نقطة. نروح للدوري الإسباني، برشلونة في المركز الأول 46 نقطة، أتلتيكو مدريد في المركز الثاني 41 نقطة، وريال مدريد في المركز الثالث ب 36 نقطة، أما أشبيلية في المركز الرابع ب 33 نقطة، وديبورتيفو ألافيش في المركز الخامس ب 32 نقطة. الدوري الإيطالي المحسوم من وجهة نظري لليوفنتوس الإيطالي صاحب المركز الأول 56 نقطة، نابولي في المركز الثاني 47 نقطة، إنتر ميلان في المركز الثالث 40 نقطة، وميلان في المركز الرابع 43 نقطة، وروما في المركز الخامس ب 33 نقطة. ودول يمكن أبرز الجداول اللي طبعا حضراتكم شايفينها ومتابعينها في الدوريات العالمية. طبعا الدوري الإنجليزي عارفين أن يعني القمة لم تحسم بعد، وفي صراع قوي جدا ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، وإحنا أكيد نتمناها لفريق ليفربول، لكن زي ما قلت لحضراتكم أن بكرة وبعده مش هيكون في دوريات أو مش هيكون في لقاءات في الدوري الإنجليزي، علشان كده هنعرض لحضراتكم المواعيد القادمة في الدوري الإنجليزي اللي إن شاء الله هتكون يوم الثلاث والأربع. هنبدأ مع حضراتكم يوم الثلاث إن شاء الله يوم 29 يناير الساعة 10 إلى ربع بتوقيت القاهرة، كل اللقاءات 10 إلى ربع و10، أرسنال وكارديف سيتي، فولهام وبرايتون، وولفرهامبتون وويستهام يونايتد، وهادرسفيلد تاون وإيفرتون، ومانشستر يونايتد وبرنلي، ونيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي. ده بالنسبة ليوم الثلاث 29 يناير، أول أربع لقاءات 10 إلى ربع بتوقيت القاهرة، ولقاءين لقاء مانشستر يونايتد ولقاء مانشستر سيتي، واحد الساعة 10 والتاني أيضا الساعة 10. يوم الأربع 30 يناير هتكون اليوم الثاني من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهنبدأ بلقاء ساوثهامبتون وكريستال بالاس وبورنموث وتشيلسي وليفربول وليستر سيتي، ده هيكون يوم الأربع الساعة 10 بتوقيت القاهرة. وأخيرا توتنهام هوتسبيرز وواتفورد أيضا الساعة 10 بتوقيت القاهرة. نروح للدوري الأسباني علشان نعرض مع حضراتكم الجولات القادمة اللي هتكون بكرة إن شاء الله يوم السبت 26 والحد 27، لكن هنبدأ معاكم بيوم السبت بكرة ومن بدري من الساعة 2 أشبيلية وليفانتي، بعديها الساعة 5 وربع أتلتيكو مدريد وختافي، 7 ونص ليجانيس وإيبار، و10 إلا ربع فالنسيا وفياريا. يوم الحد 27 يناير الساعة 1 بلد الوليد وسالتا فيجو، 5 وربع جيرونا وبرشلونة، هيكون طبعا اللقاء على ملعب جيرونا، و7 ونص أتلتيك بلباو وريال بيتيس. الساعة 7 ونص أيضا هيبقى فيه ريال سوسيداد وهويسكا، و10 إلى ربع إسبانيول مع ريال مدريد. ويوم الاثنين آخر لقاءات الجولة الحالية من الدوري الأسباني الساعة 10 ما بين ديبورتيفو ألافيش ورايو فايكا. نروح للدوري الإيطالي علشان نتابع مع حضراتكم آخر لقاءات الجولات القادمة من الدوري الإيطالي اللي هكون بكرة إن شاء الله من الساعة 4 ساسولو كالياري، الساعة 7 سامبدوريا وأودينيزي، الساعة 9 ونص ميلان مع نابولي في مباراة قوية جدا 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 على ملعب جيوتسيبي دي مياتزا، ملعب السان سيرو الخاص بنادي إيسي ميلان وإنتر ميلان. يوم الحد 27 يناير 2019 كيفو فيرونا وفيورنتينا الساعة 1 ونص، أتلانتا أمام روما الساعة 4، وبولونيا مع فروزينوني الساعة 4،
وبارما ضد سبال الساعة 4 والساعة 7 تورينو في مباراة قوية جدا على ملعبه أمام فريق إنتر ميلان، ولقاء القمة الساعة 9:30 لاتسيو على ملعب الأولمبيكو هيلاعب فريق يوفنتوس، ويوم الاثنين آخر مباراة ما بين إمبلي وجنوا. طيب خلصنا الدوريات العالمية، نروح بقى الكاس الأمم الآسيوية ونبدأ معاكم بلقاءات أمس ولقاءات دور الثمانية واللي كانت مهمة جدا جدا جدا. منتخب فيتنام بيتفوق أو بيخسر أمام المنتخب الياباني في تفوق واضح وصريح للمنتخب الياباني بعد ما تخطى المنتخب السعودي 1-0، يتفوق بنفس النتيجة على المنتخب الفيتنامي اللي قدر أنه يقصي المنتخب الأردني بركلات الترجيح 1-0 من ركلة جزاء. أيضا الصين بتخسر 3-0 أمام المنتخب الإيراني بثلاث أهداف مقابل لا شيء، واضح ان المنتخب الايراني منتخب قوي جدا وواضح انه عينه على كاس اسيا. المباراه اللي اتلعبت اليوم طبعا دي لقاءين هيظهروا قدام حضراتكم، لكن منهم المباراه الاولى اتلعبت وخلصت منذ عده دقائق، مباراه كوريا الجنوبيه وامام منتخب قطر. منتخب قطر بينجح بالفوز 1-0 علشان يصعد مع منتخبين، علشان يكونوا ثلاث منتخبات يصعدوا الى دور الاربعه. كمان منتخب الامارات مع منتخب استراليا الساعه 6، يعني بنتكلم بعد 35 دقيقه من دلوقتي، علشان تكون اخر مباراه في دور الثمانيه علشان يتحدد مين هم الاربع فرق اللي هيلعبوا في دور الاربعه. ومن ثم طبعا نتمنى ان منتخب الامارات يفوز على منتخب استراليا علشان يكون موجود في قبل النهائي، والبطوله بتقام في ملعبه وسط جمهوره. وايضا نتمنى ان منتخب الامارات ينجح ان هو يفوز بالبطوله، تنظيم مشرف وتنظيم محترم ومش حاجه غريبه على دوله الامارات ولا على شعب الامارات الكريم، ونتمنى لهم كل التوفيق في الفتره القادمه. طيب خلصنا مع حضراتكم الجداول والمباريات، وايضا اتكلمنا على كاس الامم الاسيويه. جه وقت اخبار الكره العالميه، دايما بيكون معانا اخبار او ابرز الاخبار اللي تمت خلال الاسبوع الماضي، وبنركز ايضا على اخبار الانتقالات. لو احنا بنتكلم على الانتقالات الشتويه، الاسبوع الماضي اتكلمنا وقلنا ان هيجوين خلاص انتقل الى تشيلسي، موراتا على اعتاب الانضمام لاتلتيكو مدريد، ولسه كان الاسبوع ده معانا البرنس بواتينج بينتقل من ساسولو الى برشلونه. لكن قبل ما نتكلم بقى في الاخبار، قرعه امريكا الجنوبيه او كوبا امريكا البرازيل وامريكا 2019 اللي كله بيسال ليه قطر وليه اليابان موجودين في البطوله، اثنين من قاره اسيا، ايه سبب وجودهم في البطوله؟ ان كل بطوله أو معظم بطولات أمريكا الجنوبية بيكون في دعاوى لمنتخبات مختلفة، فاتبعت دعوتين للمنتخب الياباني والمنتخب القطري اللي قبلوا الدعاوي، وبالتالي هيكونوا موجودين في البرازيل وأمريكا 2019، البطولة اللي هتكون مهمة جدا. قبل كده في 2007 على ما أتذكر كان في دعوة موجهة لمصر، لكن الاتحاد المصري رفض المشاركة في البطولة بسبب بعض الارتباطات الدولية لدى المنتخب المصري. هنبدأ معاكم في جدول أو المجموعات اللي اتقسمت أو اللي تم سحبها في القرعة، واتقسمت لثلاث مجموعات زي ما حضراتكم شايفين. المجموعة الأولى البرازيل وبوليفيا وفنزويلا وبيرو، مجموعة ما فيش فيها أي لا قطر ولا اليابان، وبالتالي هي مجموعة لاتينية بحت. المجموعة الثانية المنتخب الأرجنتيني ومنتخب كولومبيا ومنتخب باراغواي والمنتخب القطري، مجموعة أكيد قوية. لكن المجموعة الثالثة هي الأقوى وهي مجموعة الموت والمجموعة النارية، أورجواي والإكوادور واليابان وتشيلي، أربع فرق كلهم أقوى من بعض. كمان بنتكلم على الجانب الأسيوي وهو المنتخب الياباني، فالمنتخب الياباني زي ما حضراتكم شايفين متفوق ومتألق في كأس الأمم الأسيوية، وأيضا هيواجه متاعب وهيواجه يعني أكيد ثلاث فرق زي أورجواي والإكوادور وتشيلي في مجموعة صعبة جدا جدا جدا. لكن أعتقد الوجود أو هدف وجود المنتخب الياباني هو قبول الدعوة وأيضا المشاركة بالمنتخب الثاني، ده من وجهة نظري. لكن هي دي الثلاث مجموعات اللي طبعا تم سحبها صباح اليوم في قرعة أمريكا
او كوبا امريكا البرازيل 2019، وزي ما حضراتكم تابعتم الثلاث مجموعات. البطوله هتكون من 14 يونيو وحتى 7 يوليو 2019، اعتقد ممكن تكون في نفس التوقيت اللي هتتلعب فيه كاس الامم الافريقي. تاني هقول لحضراتكم قطر ليه موجودين في كوبا امريكا، ان اتحاد امريكا اللاتينيه بيرسل دعوات الى بعض المنتخبات للمشاركه في البطوله. يعني الموضوع مش صدفه، كان في قبل كده دعوه وجهت لمنتخب مصر في 2007، لكن منتخب مصر رفض الدعوه ورفض المشاركه في بطوله قويه جدا جدا بسبب ارتباطات المنتخب الوطني بمباريات في الاجنده الدوليه، عكس المنتخب القطري والمنتخب الياباني اللي شافوا ان الوقت اللي هيكون فيه البطوله هيكون وقت فاضي بالنسبه لهم في الاجنده الدوليه، فليه ما يستفيدوش بوجودهم في بطولة قوية جدا هي بطولة كوبا أمريكا البرازيل 2019. طيب هنبدأ معكم بالأخبار سريعا، ونبدأ معكم بأول الأخبار. مدرب تشيلسي موريسيو ساري: هازارد لاعب حاسم لكنه ليس قائد. هازارد يرد على انتقادات ساري: لا يهمني ما قاله المدرب. الشرطة البريطانية تعلن إيقاف البحث عن طائرة سالة المفقودة، ده اللي احنا اتكلمنا عليه رسميا، خلاص تم التوقف لفريق البحث البريطاني في البحث عن لاعب سالة المنتقل من نونت إلى كارديف، وبالتالي تم الإعلان رسميا عن طبعا اللاعب، خلاص تم فقدانه، والطائرة كمان مش لاقين لها أي أثر، وبالتالي خلاص الشرطة البريطانية طبعا أعلنت أن هي توقفت، وبالتالي خبر حزين جدا لكل جمهور كرة القدم بشكل عام، وده الوجه الحزين لكرة القدم، زي ما بنشوف الوجه السعيد، الوجه اللي كله فيه سعادة وبهجة وفرح بلقاءات كرة القدم وأيضا بالاحتفال بالأهداف، ده الوجه الحزين والآخر لكرة القدم، وهو لما لاعب يتوفى أو لاعب يتم فقدانه بشكل بشع زي ما حضراتكم شايفينه. رحلة طائرة ما بين فرنسا لإنجلترا علشان يودع زمايله، وبالتالي نفتقد لاعب أكيد كلنا أثر فينا بشكل كبير. هنروح لفاصل سريع وبعديها نرجع نكمل باقي الأخبار مع وورلد سبورتس، خليكم معانا.